هيدا حلم أكيد. قدي صعب قدي قريب ما بعرف. حكيتني كمان وقالت لي إنه I deserve to have at least a tryout بال WNBA. كيف بدي أقولك، مرات بحس مثل إذا عم جرب روح على WNBA عم عزم حالي. بعتقد عملت أفضل decision لإلي. Unfortunately لأنه ما في هيدا الدعم وما في هيدا الاهتمام، البنات they're shifting their interest، عم بيروحوا على غير شيء، ما عم بيفكروا بقى بالباسكت. It starts with the federation، يعني بكل شيء it starts from the top. So once the federation بتحط plan للفئات العمرية يلعبوا جيمات يحتكوا أكتر، البنات حيتحمسوا. بينما إذا هلأ عم بيتمرنوا ما عم بيلعبوا games لشو؟ عرفت بروح بيعملوا غير شيء. ما في شيء ناقصنا تنكون عنا رئيس اتحاد بنت. المرأة اللبنانية وخاصة الأثليس اللبنانيات، ولازم يكون عنا بنات أكتر بالبوليتكس، لازم يكون عنا بنات أكتر كوتشز بلبنان. دايما هيك تقول أنا أنه حتى بالدرجة الأولى بالشباب حكام بنات، كوتشي بنات. We need female around the game. أثليس البنات بلبنان موصلين لبنان أكتر من الأثليس الشباب. بعتقد هيدا من أحلى سنين بالكاريير تبعي، هي فتحت الباب على يوروب صراحة. كتير تفاجأت عن جد، كتير تفاجأت unexpected. يعني حسيت حالي أنه جاي من محل كتير بعيد، عرفت؟ كل العالم they were betting أنه أنا بعد شهر رح فل على البيت. بالسنتين salary wise كان كتير منيح، ودفنتلي وجود أخواتي لعب دوره. قد ما جرب كون emotionless ما فيك، عرفت؟ سو أكيد لعبت دورة. وبلس كمان يعني الفريقين قدروا مين أنا وعطوني يلي بستحقه. هيدا السؤال كأنك قريتني من يومين إكزاكت. كنت عم بحكي مع ترينر تبع إلي حجار، وصلت لمحل هلأ هيدا الصيفية، هي أول مرة كمان بقولها صراحة، حسيت بلشت أخسر الباشن تبعي. فكرت عم بخسرها لأنه كتير تعبانة كانت. بلا ما تحس بتتعب منتلي فيزيكلي، نفسيتك بتصير تعبانة. مثلا هالسنة بتشيكيا سأبني كوتش منه منيح، كان معقول فيلمة على كريسمس، عرفت؟ هالقد ما كنت مرتاحة.